عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغتي جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. نحن اليوم على موعد مع مراجعة ليلة الامتحان، وهي مراجعة شاملة لجميع أجزاء منهج اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله هذه المراجعة لن يخرج عنها أي امتحان. بسم الله نبدأ. السؤال الأول دائما في اللغة العربية بعد التعبير بيكون سؤال القصة. عندي القصة بتاعت عقبة بن نافع، بيكون الأسئلة بتاعتها رقم واحد السؤال المقالي. السؤال الأول: لماذا اختار عمرو بن العاص عقبة لتنفيذ ما صمم عليه؟ طبعا احنا عارفين ان عمرو بن العاص لما رجع إلى ولاية مصر صمم على استئناف الفتوحات التي كان بدأها. اختار عقبة بن نافع، وسبب اختياره لعقبة أن عقبة أصبح ماهرا في فنون الحرب، وأنه أصبح خبيرا بشؤون القبائل البربرية لأنه أقام في البربر 6 سنوات. السؤال الثاني: لماذا تعلق البربر بعقبة أثناء ولايتهم؟ زي ما عرفنا في السؤال الأول أن عقبة أقام في البربر 6 سنوات وكان واليا عليهم في الفترة التي توقفت فيها الفتحاء. أما سبب تعلق البربر بعقبة هو لأنه أحسن معاملتهم، أي لحسن معاملة عقبة للبربر. السبب الثاني لأنه رفع المظالم التي فرضها عليهم سادة الرومان على مر السنين، والمظالم كانت عبارة عن الأجور القليلة، الضرائب الباهظة، وعدم وجود قوانين تحمي الممتلكات والأرواح. السؤال الثالث: لماذا فكر عقبة في بناء القيروان؟ القيروان بنى عقبة في مكان قرية كانت تسمى أو مدينة تسمى قمونية، وقمونية هذه مكان بعيد عن البحر، جيد التربة، طيب الهواء، لكن البربر لم يسكنوه بسبب أنه مليء بالحشرات والأفاعى. أما سبب إقامة المدينة فهي أن تكون عاصمة للمسلمين في هذه المنطقة، تضم الجيش بأمتعته وأسلحته، لأن الجيش ليس له مقر آمن يعسكر فيه، وأيضا حتى يلتقي عقبة بالمجاهدين ويتدارسون سويا فنون الحرب والقتال. السؤال الرابع: كيف قضى عقبة معظم حياته؟ نجد أن عقبة قضى معظم حياته في شيء من اثنين: إما أنه مجاهدا في سبيل الله يفتح البلاد والأمصار، وإما داعية دينية في الفترات التي توقفت فيها الفتوحات. النوع الثاني من الأسئلة في القصة هو أسئلة الاختيار من متعدد. عاد عقبة إلى برقة فوجد أهلها. الاختيارات: عاهد الروم على الطاعة، ارتدوا عن الإسلام، ما زالوا على إسلامهم. أحسنتم، الاختيار الصحيح هو أنهم ما زالوا على إسلامهم. تولى حكم مصر بعد عمرو بن العاص، هل هو عثمان بن عفان، عقبة بن نافع، معاوية ابن حديج؟ والإجابة الصحيحة هو معاوية ابن حديج. السؤال الثالث: بدأ عقبة فتوحاته في برقة سنة نجر، هل هي سنة 20 21 22؟ الإجابة الصحيحة 22 هجرية. أحسنت. أربعة: أقام عقبة في برقة نقط سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، والإجابة الصحيحة كما كنا في السؤال الأول هي 6 سنوات. رقم خمسة: الجيش الإسلامي الذي انطلق إلى فتح إفريقية كان مكونا من، هل هو كبار الصحابة، البربر، الروم، العرب والبربر؟ الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي العرب والبربر، وكان أول جيش يتكون من العرب والبربر سويا، لأن عاداتهم دائما كانت قتال ما بين العرب والبربر. السؤال السادس: الضريبة التي فرضت على أهل ودان كان قدرها نقط بعير، وركز في الفرق ما بين ودان وفزان. ودان فرض عليها 360 بعير، أما فزان فرض عليها 300 بعير فقط. تبعد فزان عن ودان بمسيرة نقط أيام، هل هي 6 أيام، 5 أيام، 8 أيام؟ الإجابة الصحيحة 8 أيام. رقم 8: لم يعلن ملك فزان رأيه صراحة في دخول الإسلام، لأنه،
هل هو يخاف من المسلمين، كاره للإسلام، وثنيا لا يؤمن بالأديان؟ والإجابة الصحيحة أن ملك فزان كان وثنيا لا يؤمن بالأديان، ومعنى وثنيا أي يعبد الأصنام، لا يؤمن بالإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية. ذهب ابن حديج لفتح إفريقيا بجيش عدته نقط مقاتل، 5000 مقاتل ولا 7000 مقاتل ولا 10000 مقاتل؟ نعم أحسنتم، والإجابة الصحيحة 10000 مقاتل. كانت القيروان تسمى قديما فزان والدان قمونية، الإجابة الصحيحة هي قمونية. أما عن أسئلة القراءة، السؤال الأول في أسئلة القراءة هو من موضوع درس نور والجغرافيا. قالت معلمة الجغرافيا: لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. ثم سألت نور: هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ السؤال رقم ألف هو تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد: مرادف عيني، هل هي فهمي، قرري، حددي؟ والإجابة الصحيحة حددي. رقم اثنين: مضاد العجيب، كلمة العجيب معناها الغريب، فما هو مضادها؟ العكس، هل هو المألوف، الغريب، المعتاد؟ وإجابتنا الصحيحة المألوف. رقم ثلاثة: جمع قطر، هل هي قطارات، قطرات، أقطار؟ القطر بمعنى الدولة، وجمع قطر أقطار. سؤال رقم باء: ما الذي رسمته النور وما الذي لم ترسمه؟ طبعا نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. كيف أثبتت نور أنها ذاكرت دروسها؟ طبعا لما المعلمة سألتها عن سبب الإجابة الخاطئة وأن هي ما ذاكرتش دروسها، أجابت أنها تناولت ورقة ورسمت عليها الحدود الداخلية والخارجية للوطن العربي بشكل صحيح. أما سبب عدم رسمها للحدود الداخلية، لأنها لم تكن ترى أنه يجب أن تكون هناك حدودا بين الدول العربية. فكرت المعلمة في كلام نور، فماذا تخيلت؟ تخيلت المعلمة الوطن العربي الكبير وهو يحتضن بعضه بلا حدود بين أقطاره، وتخيلت أيضا الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية، مثل الاتحاد الأوروبي الآن. رقم اثنين في القراءة هو موضوع من قصص القرآن الكريم. وفي أثناء وجود نبي الله داخل بطن الحوت، أخذ يستغفر ربه ويطلب عفوه لأنه. صار رقم ألف تخير الصواب مما بين القوسين. مرادف يطلب، هل هو يصمم، يرجو، يقرر؟ يطلب معناها يرجو ويسأل. رقم اثنين: جمع الحوت، هل هي الحيتان ولا الأحوات أم كلاهما صواب؟ طبعا الحوت جمع الحيتان والأحوات، إذن في الإجابة الصحيحة كلاهما صواب. ما الذنب الذي فعله نبي الله حتى يستغفر ربه ويطلب عفوه؟ نبي الله المقصود هنا هو سيدنا يونس ابن متى. أما عن الذنب الذي ارتكبه هو أنه خرج من القرية بدون إذن من الله تعالى. ما الدعاء الذي كان يردده سيدنا يونس عليه السلام؟ الدعاء هو قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هي المعجزات التي ذكرها الله في قصة سيدنا يونس عليه السلام؟ أول المعجزات هي تغير الجو إلى رياح شديدة وعواصف بعد أن ركب السفينة بيومين. اثنين: خسارة سيدنا يونس عليه السلام القرعة في كل مرة، وقد وقعت عليه القرعة 3 مرات. رقم ثلاثة: التقام أي ابتلاع الحوت لسيدنا يونس حيا، وبقاء سيدنا يونس داخل بطن الحوت حيا.
رقم 4 النبات الذي نبت على سيدنا يونس بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يحميه من الشمس والحشرات وأيضا يكون غذاء له، وهو نبات اليقطين. رقم 5 إيمان أهل القرية جميعا بدعوة نبي الله يونس عليه السلام، وكانوا 100,000 أو يزيدون قليلا. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. رقم 1 يأس يونس عليه السلام من هداية قومه فقرر مغادرة البلدة، الإجابة صح. رقم 2 طرح الحوت يونس وهو صحيح معافى، طرح أي أخرجه، طبعا يونس أخرج من بطن الحوت وهو سقيم، ونبذناه بالعراء وهو سقيم. رقم 3 التقط الحوت سيدنا يونس عليه السلام وهو صغير، طبعا هذه خطأ، إنما كان التقام الحوت لسيدنا يونس أي ابتلع له وهو مليم أي غاضب. دعا سيدنا يونس عليه السلام إلى عبادة الله الواحد الأحد، والإجابة صحيحة كسائر الأنبياء من لدن سيدنا آدم وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجميعهم كانت دعوتهم واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. رقم 5 يجب يحب الله عز وجل من يؤدي عمله بإتقان، وهذه طبعا إجابة صحيحة. رقم 3 من موضوع رحلات تاريخية، الشيخ رفاعة رائد من رواد التنوير، وعلى يديه بدأت مصر مسيرتها نحو التقدم في مجال الترجمة، التحق بالأزهر ودرس فيه اللغة العربية والدين الإسلامي. السؤال الأول دائما يكون اختر الصواب مما بين القوسين، مرادف التنوير هل هو التبصير، التوضيح، النور؟ والتنوير هنا يقصد به التبصير. مفرد رواد هل هي ريادة، رائد، رادة؟ والإجابة الصحيحة رائد، وهي جمع تكسير. جمع الترجمة هل هي الترجيم، الترجمان، الترجمات؟ والإجابة الصحيحة جمع مؤنث سالم الترجمات. السؤال رقم باء، كم استغرقت رحلة رفاعة في فرنسا وما الذي لفت انتباهه؟ استغرقت رحلة الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا مدة 5 سنوات، والذي لفت انتباهه وقد سجله في كتابه هو شوارع مدينة باريس وأرصفتها وتنسيق أشجارها وأزهارها، وأيضا لفت انتباهه جد الناس واجتهادهم وحرصهم على العمل. ما إسهامات الشيخ رفاعة في الصحافة والترجمة؟ أشرف الشيخ رفاعة الطهراوي على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية، وأيضا هو أول من أسس صحيفة عربية تصدر في مصر وسماها جريدة الوقائع المصرية. ما دور رفاعة الطهطاوي في الحفاظ على الآثار المصرية؟ يعتبر الشيخ رفاعة الطهطاوي هو أول عربي ينشئ متحف للآثار المصرية، كما أنه جمع هذه الآثار وقام بصيانتها، وتحول فناء مدرسة الألسن إلى نواة لأول متحف للآثار المصرية، بعد أن كانت هذه الآثار متوزعة ومشتتة في بقاع مصر. السؤال الثالث هو سؤال النصوص، وأول نص لدينا هو نص تواضع عمر رضي الله عنه، يقول الشاعر: فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. السؤال رقم ألف تخير الصواب مما بين القوسين، مرادف يكبره هل هو يغلبه، أكبر منه، يعظمه؟ والإجابة الصحيحة يعظمه. رقم 2 مفرد أكاسر هل هي كثير، كسرى، أكثر؟ أحسنتم، وهي كسرى، وكسرى هو لقب لملوك الفرس. رقم 3 جمع الدنيا هل هي الدنايا أم الدنا أم الدنيوي؟ والجمع الصحيح هو الدنا.
رقم ب، أين كان سيدنا عمر يجلس عندما رآه صاحب كسرى؟ رأى صاحب كسرى أو رسول كسرى سيدنا عمر رضي الله عنه نائما على الثرى تحت شجرة كبيرة بلا زينة أو حراس، والثرى هو التراب المبلل بالماء. رقم جيم، ما الجمال في قول الشاعر صورا من الجندي يحميها؟ هو تعبير جميل صور فيه الجند في قوتهم بالسور القوي الذي يحمي صاحبه، ومن المعلوم أن السور يكون مبني بالحجارة، ولكن هنا قال صورا من الجند. أخيرا هات من النص ما يدل على العدل أساس الإحساس بالأمن والشعور بالراحة. طبعا النص حفظ، والمطلوب هو البيت الذي يقول فيه الشاعر: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. رقم واحد، الشورى تؤدي إلى سعادة الناس واستقرارهم. الشورى هي تبادل الرأي، والإجابة صحيحة. الاختلاف في الرأي يفسد الود. طبعا الحكمة تقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، إذن فهذه النقطة خطأ. رقم ثلاثة، التواضع يزيد الإنسان عظمة ووقارا. طبعا هذه الإجابة صحيحة. السؤال الذي يليه من نص أعمال الخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. جمع سلامة، سلامات، سلاميات، سلاليم، والإجابة الصحيحة سلاميات، وسلامة معناها المفصل أو عقلة الأصبع. رقم اثنين، مضاد تطلع، تطلع الشمس بمعنى تشرق، فهي مضادها تغرب، تنزل، تصعد. الإجابة الصحيحة تغرب. ثلاثة، مرادف تحمله، تعينه، تبعده، تتعجله، والإجابة الصحيحة تعينه. رقم ب، ما أنواع الصدقات المشار إليها في الحديث؟ طبعا الحديث بيكلمنا عن أنواع الصدقات، والصدقات تنقسم إلى صدقة قولية أو بدنية وفعلية. الصدقة القولية زي الإصلاح بين المتخاصمين والكلمة الطيبة. الصدقة البدنية هي مساعدة الآخرين والمشي إلى الصلاة وإبعاد الأذى عن الطريق، أو المشي إلى المسجد وإماطة الأذى والضرر. رقم جيم، ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة؟ هو تصوير للكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق به، مما يدل على أثر الصدقة. الشكر نوعان، وضحهما. طبعا احنا بنشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، هناك شكر واجب وهناك شكر مستحب. الشكر الواجب اللي هو فرض علي ان انا اشكر الله سبحانه وتعالى، ليه؟ عند استعمال الاعضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وعدم استخدامها في معصية الله، انما انا استخدم الاعضاء التي وهبني الله اياها في اداء الواجبات، وبذلك يكون هذا الشكر واجب على كل مخلوق. أما الشكر المستحب فهو القيام بأنواع الصدقات المستحبة، سواء كانت قولية أو فعلية أو مالية، والقيام بالنوافل والعبادات المتنوعة، أي تحري أثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث هو نص التعاون. يقول الشاعر: يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة، فنضب النبع ومات الزرع، وغلب الحزن وسال الدمع. سؤال رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.
مرادف نضب، هل قل جف سال، نضب النبع بمعنى جف. رقم 2 مضاد معمورة، هل هي خالية قليلة فقيرة؟ إذا كانت معمورة معناها مأهولة بالسكان فمضادها خالية. جمع الدمع، الدموع، الدماع، الدمعات. الإجابة الصحيحة هي الدموع. رقم باء، أيهما أجمل ولماذا؟ نقيم سدا أم نبني سدا؟ طبعا الأفضل اختيار الفعل نقيم، لأن نقيم هنا تدل على الاهتمام ببناء السد. ما الجمال في قوله نروي زرعنا على قدر؟ طبعا هو تعبير جميل يوحي بضرورة التوسط والاعتدال للحفاظ على الماء، لذا نستخدم الماء بكثرة أو نستخدمه بجزء قليل، إنما التوسط ما بين ذلك وذلك حتى لا يضر الزرع وحتى لا نسرف أيضا في استخدام الماء. من نصكم بلسما؟ قال الشاعر: كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. صار رقم ألف تخير الإجابة الصحيحة كما اعتدنا. رقم 1 مرادف هما، هل هي كثرة قل سال؟ هما بمعنى سال، أي نزل المطر. مضاد الثنى، الثنى هو الشكر، ومضاد الشكر هنا هل هو الشر، الجحود، الشكر؟ طبعا مضادها الجحود، أحسنتم. جمع الغيث، الغيث هو النافع من المطر، فهل جمعه هو الغيوث، الغاث، الغائس؟ طبعا الجمع الصحيح هو الغيوث. رقم باء، بين أثر العطاء والحب على المجتمع. العطاء يعود على المجتمع بالتقدم والعزة ويصبح مجتمعا حضاريا متقدما. ما الجمال في قول الشاعر أي الجزاء الغيث يبغي إنهما؟ طبعا ده أسلوب استفهام وغرضه النفي، وهو يوحي بكثرة العطاء وعدم انتظار المقابل والجزاء. والمثال اللي اداه الشاعر للعطاء بدون مقابل هو الزهرة والبلبل. من نص حق الآخر، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صار رقم ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف اجتنبوا، هل يقتربوا، ابتعدوا، اتحدوا؟ والإجابة الصحيحة ابتعدوا. جمع إثم، والإثم هو الذنب، هل هي آثام، مآثم، آثمون؟ نعم الإجابة الصحيحة آثام. رقم 3 مضاد الظن، الظن هو الشك، فهل مضاده الشك، اليقين، الاتهام؟ والإجابة الصحيحة اليقين، وجمع الظن هي الظنون. رقم باء، لماذا حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من السخرية من الناس؟ لماذا طلب الله ألا يسخر قوم من قوم؟ وقوم يقصد بها الرجال. أما والإجابة الصحيحة لأن السخرية تزرع العداوة والبغضاء بين المؤمنين سواء كانوا رجالا أو نساء، وتؤدي إلى فرقتهم واختلافهم وضعفهم. الذي يكون نسخر منه قد يكون عند الله أفضل منا. رقم جيم، الجمال في قوله تعالى لا تجسسوا، طبعا هو أسلوب نهي وغرض النصح والإرشاد والتحذير من قبح التجسس والغيبة، وهي من الأعمال التي نهانا عنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا سؤال النحو، المؤمن يجعل رضا الله غايته ويحرص على عمل الخير ويعرف بين الناس كلهم بإخلاصه وحبه لمن حوله،
ولذلك فإنك متى تجالسه تسعد به، والمؤمن أفضل الناس خلقا ولذلك تجده محبوبا. السؤال رقم ألف، أعرب ما تحته خ. طبعا أنا عندي الكلمات اللي في الإعراب غايته والخير وخلقه. بعد كده عندي استخرج من الفقرة، مطلوب مني فعل لازم، فعل متعدي لمفعولين وحددهما، أسلوب شرط وبين أجزاؤه، ورقم جيم يبيع التاجر الفاكهة، ابن الفعل المجهول وغير ما يلزم. طبعا قراءة قطعة النحو شيء مهم جدا وضروري حتى تستطيع الإعراب والاستخراج جيدا. الكلمة الأولى في الإعراب، المؤمن يجعل رضا الله غايته. المؤمن اسم في بداية الجملة فهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يجعل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، رضا مفعول به منصوب، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، إذن غايته هنا هي مفعول به ثاني، لأن عندي الفعل يجعل من الأفعال التي تنصب مفعولين. الكلمة الثانية كلمة الخير، يحرص على عمل الخير. نلاحظ أن عمل نكرة والخير معرفة، فالخير هنا تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. الكلمة الأخيرة كلمة خلقا، والمؤمن أفضل الناس خلقا. عندما تجد كلمة على وزن أفعل زي أفضل أقرب أعلى أعظم وبعدها كلمة نكرة منصوبة فهي تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو تمييز ملحوظ. رقم 2 أو رقم باء، الاستخراج من الفقرة، مطلوب مني فعل لازم. أولا إيه هو الفعل اللازم؟ هو الفعل الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به. عندي في القطعة عندي الفعل يحرص والفعل تجالس والفعل تسعد. انظر إلى هذه الأفعال تجدها أفعال لازمة. أما مطلوب مني فعل متعدي لاثنين مفعول، بعد قراءة القطعة تجد عندك فعلين، في الفعل الأولاني يجعل والفعل الثاني تجد. طيب فين المفعولين؟ يجعل عندك رضا الله هو المفعول الأول وغايته هو المفعول الثاني. أما بالنسبة للفعل تجد فالجملة ولذلك تجده محبوبا، تجد فعل ينصب مفعولين، الفعل ضمير مستتر تقديره أنت، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، ومحبوبا هو مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رقم 3 عندي في الاستخراج هو أسلوب شرط وحدد أجزاء. فين أسلوب الشرط اللي عندي؟ عندك في الفقرة، ولذلك فإنك متى تجالسه تسعد به. أداة الشرط عندي متى، وفعل الشرط تجالس، وجواب الشرط تسعد. رقم جيم يبيع التاجر الفاكهة، مطلوب مني بناء الفعل المجهول وتغيير ما يلزم. لاحظ أن الفعل عندي مضارع اللي هو الفعل يبيع، وفي المضارع احنا بنضم الأول ونفتح ما قبل الآخر، لكن يبيع فعل معتل ما قبل الآخر بالياء، وإذا كان الفعل في المضارع معتل بالياء أو الواو تقلب إلى ألف، فإذا الإجابة هتكون تباع الفاكهة. طيب ليه خلينا الفعل تباع وليس يباع؟ لأن الفاكهة اسم مؤنث، فجعلنا الفعل يبدأ بالتاء، وإعرابي هتكون تباع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وهو مبني المجهول، والفاكهة تعرب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فنائب الفاعل أيضا يأخذ نفس علامات إعراب الفاعل، فهو يرفع بالضمة أو بالألف أو بالواو، يرفع بالضمة إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويرفع بالألف إذا كان مثنى، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو اسما من الأسماء الخمس. هكذا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا استفدتم. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والضغط على زر المشاركة. إذا عجبك الفيديو شارك الفيديو حتى تعم الفائدة، وإذا كان لديكم أي استفسارات أو أي أسئلة فاتركوها في التعليقات. نلقاكم على خير، ونتمنى لكم النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.